الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. أهلا بحضراتكم وعودة حميدة للبيت الكبير. طبعا احنا غبنا عن حضراتكم أسبوعين، لكن ما غبناش عن نادينا الكبير نادي الأهلي العظيم خلال الأسبوعين اللي فاتوا، وبنتابع إنجازات كبيرة وبطولات كبيرة وأرقام قياسية جديدة بيحققها النادي الأهلي من خلال تواجده في بطولة عالمية، بطولة كأس العالم للأندية، والنادي الأهلي اللي شرفنا فيها وحقق برونزية تاريخية للمرة الثانية في تاريخه، وأرقام قياسية كبيرة جدا جدا النادي الأهلي، ومكاسب كتيرة جدا على المستوى الفني وعلى المستوى التسويقي وعلى مستوى شعار النادي. كل يوم النادي الأهلي بإدارته بلاعبته بجماهيره بيقولوا إن النادي الأهلي هو رقم واحد في مصر، رقم واحد في أفريقيا، وخلاص النادي الأهلي بقى في مصاف الأندية العالمية. وكلنا كنا سعداء يمكن غبنا عن حضراتكم، كنت وحشنا جدا، لكن كمان الأسبوعين دول قضيناهم بشكل أكتر من رائع. كنا سعداء جدا بما يقدمه النادي الأهلي من أداء وروح قتالية عالية جدا لآخر لحظة في بطولة عالمية كبيرة جدا، وتوج هذا المجهود الرائع ببرونزية تاريخية للمرة الثانية في تاريخ النادي الأهلي. النهاردة في البيت الكبير لسه بنحتفل مع حضراتكم، من حقنا نحتفل بالنادي الأهلي، بنحتفل بهذا الإنجاز الكبير. هنتكلم على إنجاز النادي الأهلي في الحصول على البرونزية، نتكلم كمان على المستقبل القريب، على العشرة يا أهلي. العشرة يا أهلي خلاص يوم الثلاث بداية مشوار العشرة يا أهلي مع المريخ، هنتكلم في كل التفاصيل ديت، وعندنا ضيوف كتيرة جدا هنناقش معهم يعني كل ما مر بيه النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، وكمان المستقبل القريب في تاريخ النادي الأهلي.